من هو أفضل لاعب مغربي في الوقت الحالي من وجهة نظرك؟ زلزولي. أوكي. عبد الصمد، يا سلام، روعة روعة يا عبد الصمد، ولكن بيشيل مدافع فريق إسبانيول الكرة في اللحظة الأخيرة، وضع صدره أمام تسديدة عبد الصمد. كابريرا، كابريرا يظل، لكن شوفوا اللقطة المهارية الجميلة، اللمحة الفنية الجميلة من جانب عبد الصمد لما عدى طبعا بالمراوغة الجميلة، وهذه كرة من جديد خطيرة، تسديد عبد الصمد، نجم النصف ساعة الأولى في هذه اللبوبة، رأي يحصل على خطأ الآن، يحصل الصمد من جديد، يلعب كرة بالعرض، عبد الصمد عرضية على طريقة ريفالدو، ولكن أبعدها المدافع من هذه اللبوبة بعد ما عانى كثيرا أمام عبد الصمد الزلزولي، وهذه بيخرج